يا رجالة، أنا سألت أليكسا كده سؤالين محرجين، وبصراحة يعني ردها كان مذهل بالنسبة لي، فحبيت إن أنا يعني إيه أشارك معاكم الموضوع ده. اللي ما يعرفش، أليكسا ده مساعد ذكي بمعنى الكلمة، ومميز في الجيل الرابع اللي معايا إنها تدعم اللغة العربية بشكل ممتاز جدا. يعني أليكسا دي بتنظم لك مواعيدك، وقت نومك، وقت استيقاظك من النوم، مواعيدك، وراك حاجات، إيفنتات، مش عارف إيه الكلام ده كله، تطفي لك النور، تفتح لك الستارة. يعني بصراحة مساعد ذكي من الدرجة الأولى. هنعمل فيديو تفصيلي عنها، ولكن خليني كده نسألها أول سؤال ونشوف هتقول ايه. أليكسا، هل تتزوجيني؟ أنا سعيدة بالعزوبية. طب تعالى نعيد السؤال بصيغة تانية. أليكسا، تتزوجيني؟ حنا في أماكن مختلفة حرفيا، أنت على نارض وأنا في السحابة الإلكترونية. يعني على اساس بقى ان هي بتقول لي احنا في اماكن مختلفه حرفيا، انت على الارض وانا في السحابه الالكترونيه. يعني بصراحه مفيش رد مقنع اكتر من كده. طيب يا شباب، السؤال التاني بقى لو انتوا حابين تسمعوه هخليه في فيديو تاني، بس طبعا لازم لايكات، سبسكرايب، تروق عليا وتقول في كومنت حابب تسال اليكسا تقول لها ايه. خلينا كده نسمع منها نكته قبل ما نقفل. اليكسا، قولي لي نكته. في نملة راحت العرس بدري، ليش؟ طيرها سشوار. يا الله، يعني انا شايف يا جماعة انا مش هفسر النكتة عشان الواحد حاسس بكرنج رهيب، فحاسس ان جرالي حاجة. فيعني اللي فهم النكتة يشرحها لاخوانه في التعليق، وانا اكتفي بهذا القدر. اللي حابب تعرف السؤال المحرج التاني لازم طبعا تقول رأيك في التعليق. وبس كده، ده كان دردشة سريعة معايا انا واليكسا المساعد الذكي اللي بصراحة مسليني طول الوقت. فنتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام اليكسا.